أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي ضمن الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، لقاء اليوم يدور حول موضوع من دروس الهجرة: بناء الدولة واستقرارها. ومعنا للحديث في هذا الموضوع علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة للبنين. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الأحبة، ومعنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يحضر هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام أوقاف وسط القاهرة. يحضر معنا جمع غفير من رواد مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ومن محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء بأحلى الكلم وبأفضل الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا واتقوا الله. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.
في ثاني أيام الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من محبي ورواد مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نقدم التحية لجميع العاملين في مسجد مولانا الإمام الحسين على حسن التنظيم والاستقبال، حيث يحضر معنا أئمة وخطباء مسجد مولانا الإمام الحسين فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام محمد وفضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز. أيها الأحبة، موضوع الليلة واليوم يدور حول دروس الهجرة، ومن دروس الهجرة بناء الدولة واستقرارها. ونبدأ أولى كلمات العلم مع فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم، أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. موضوع جلسة اليوم كما ذكر أخي الكريم فضيلة الدكتور أحمد، من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة واستقرارها. في الحقيقة، الدروس المستفادة من حادثة الهجرة كثيرة كثيرة. من أهم هذه الدروس بناء الدولة الإسلامية، وما هي الأسس التي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الدولة الإسلامية. اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه لهذه الدولة على ثلاثة أسس، هي المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاهدة بين المسلمين وبين غير المسلمين. وقد يسأل سائل أو يستفهم مستفهم، لماذا قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه للدولة الإسلامية على هذه الأسس الثلاثة دون غيرها، مع أنه يوجد كثير من الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز
واعتمد على هذه الأسس الثلاثة بالذات، لأنها أهم الأسس التي تبنى بها الأوطان. المسجد، المؤاخاة، المعاهدات، لأن الإنسان في الوطن حتى يشعر بالأمن والأمان والاستقرار لا بد أن تكون علاقته بالله قوية، فلا يكون من المخربين، لا يكون من الذين يتسببون في إيذاء الناس، ولا بد أن تكون علاقته بإخوانه على الإطلاق بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق، تقوم على المحبة وعلى التسامح وعلى الترابط، ولا بد أن يكون هناك أمن وأمان وسلم بين كل من يقيمون في وطن واحد. فلذلك كان بناء المسجد لتقوية الصلة الإيمانية ولربط الإنسان بربه، كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى تذوب الفوارق والطبقات وتعم المودة والمحبة بين المهاجرين والأنصار، كانت المعاهدة أو المعاهدات بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الديانات الأخرى حتى يكون هناك استقرار وأمن وأمان. هذه هي أهم الأسس التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الإسلامية. المسجد له أهمية كبيرة في بناء الأوطان وفي استقرارها، والحمد لله عاد للمسجد دوره الرائع المتميز في ظل قيادتنا الحكيمة الرشيدة، فتجد المساجد مليئة بكل ما هو سبب لنشر العلم من خطب ومحاضرات وندوات ودروس وأنشطة صيفية لتعليم النشء الدين الصحيح بعيداً عن التطرف والغلو والتشدد، حفظاً وصوناً لهم من أن تتخطفهم الجماعات الإرهابية أو التكفيرية. تجد الدور المجتمعي، مبدأ القيام بفروض الكفايات أيضاً موجود في المسجد، فبفضل الله عز وجل ليس هناك نشاط من الأنشطة الدعوية إلا وهو موجود في المسجد. ختمات القرآن الكريم مجودة ومرتلة بكل القراءات وبأصوات المتقنين المهرة من قراء مصر، فلله الحمد والمنة والشكر كل الشكر للقيادة الراشدة الحكيمة التي كانت سبباً في أن تنعم المساجد بما نراه الآن. كذلك من أهم الأسس التي تبنى عليها الأوطان محبة الأوطان، فإن حب الوطن من الدين وليس هو من سنن العبادات أو من نوافل العبادات من فروض العبادات، والدليل على ذلك أن ربنا جل وعلا قرن بين حب الوطن وبين حب النفس والأهل، بل قرن بين ذكر الوطن والدين عندما قال ربنا جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. محبة الوطن من أهم الأسس التي تبنى بها الأوطان، كذلك بناء وعي صحيح نحو القضايا المؤثرة المصيرية، معرفة حجم التحديات التي تواجه الوطن والعمل على إيجاد حلول
لهذه التحديات، كذلك محاربة الأفكار الهدامة والمحافظة على العقول من التطرف ومن التشدد، كذلك من الأسس التي تبنى عليها الأوطان نشر الأخلاق العالية والمبادئ الفاضلة. فديننا دين أخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ما بعث إلا لكي يكمل ويتمم مكارم الأخلاق، عندما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالدولة التي لا تقوم على الأخلاق فإن زوالها قريب. لذلك قال الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. كذلك من أهم الأسس التي تقوم عليها الأوطان تربية النشء تربية إيمانية صحيحة، وحسن اختيار كل من الزوجين للآخر، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات والأوطان. إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. ثم أهم الأسس التي تبنى عليها الأوطان إقامة مبدأ العدل والمساواة بين الناس جميعاً، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو العصبية أو الحسب أو النسب. فإن ربنا جل وعلا أمرنا أن نقيم العدل ولا نظلم حتى من كنا على عداء معه. كذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لأن الدولة المسلمة عندما يقوم فيها الظلم وترضى بذلك فإن دينها دين شكلي، لأن التدين لو كان صحيحا ما رضيت بالظلم وما حضت عليه أو ما وافقت عليه. أحبتي في الله، من أهم الأسس التي تميز الدولة الإسلامية والتي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتجلى في المعاهدات بين المسلمين وبين غيرهم، وهذه المعاهدات كانت هي الأساس لما سمي فيما بعد بمبدأ المواطنة. فإن ديننا الحنيف أقر غير المسلمين على دينهم، فلا إكراه في الدين. أمنهم على أموالهم، أمنهم على ديارهم. لا يجوز لمسلم أن يظلم غير المسلم أو يقاتله بناء على الدين. فإن ديننا الحنيف أمرنا بأن نلتزم وأن نتحلى مع أهل الكتاب بالسماحة وبالعدل، ولا نظلمهم ولا نجعل الدين سبباً لأن ننقم عليهم، ولا يجوز لنا أن نكرههم على الدين. قال ربنا جل وعلا: لا إكراه في الدين. أحبتي في الله، كثيرة كثيرة الأسس التي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكوين الدولة الإسلامية، وأكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لأستاذي وشيخي الذي ما كان يجوز لي أن أتقدم قبله، أن أتكلم قبله أو في حضرته، سعادة العميد المحترم الأستاذ الدكتور أحمد حسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يجعل جهده في الدعوة وفي العلم خالصا لوجهه، إنه خير مسؤول وخير مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأشكركم لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان.
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف للبنين بالقاهرة. على هذه الكلمة الطيبة التي حدثنا فيها عن بناء الدولة واستقرارها من دروس الهجرة النبوية الشريفة، كل عام وأنتم بخير. وما زلنا ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في ثاني أيام الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، وأيضاً حول من دروس الهجرة النبوية الشريفة بناء الدولة واستقرارها، يحدثنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين، ورحم الله من جاء بعدهم وشملنا معهم برحمته إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. إنها مناسبة طيبة سعيدة مباركة أن نجتمع في مسجد مولانا الإمام الحسين، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في ملئه الأعلى. المناسبة الاحتفاء والاحتفال بهجرة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والاحتفال بالدروس والعظات والعبر المستفادة والمقتبسة التي نتعلمها من هجرته صلى الله عليه وسلم. حقيقة، تكلم أخي الكريم العالم الكبير الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وقد طوف وأفاض وما ترك لي جانبا، فلقد أتى على الكلام الجميل كله. وقديما قالوا: لا عطر بعد عروس، فقد أفاد وأجاد وأحسن، فجزاه الله عني خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك جمعنا، وأن يحفظنا وإياكم أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، إن الفترة التي عاشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرة قليلة في عمر الزمان، خصوصا تلك الفترة التي جاء فيها يحمل رسالته إلى البشرية. 23 عاماً هي كل ما عاشه سيدنا صلى الله عليه وسلم معلماً ومبيناً وموضحاً وهادياً. إلا أن هذه الفترة في الحقيقة حملت من العلم ومن الخير ومن البركة ما تتوارثه البشرية ويفيض عليها نعماً وفضلاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. العبرة بشرف ومنزلة الداعي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أنفاسه وكلماته
وحركاته وإشاراته ونظراته وسكتاته ولفتاته، كلامه وضحكه، كل حركته، كل فعله صلى الله عليه وسلم دروس وعبر وعظات نفيد منها إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودرس اليوم هو بناء الدولة واستقرارها. وتقريبا هذا الدرس في الهجرة درس أساس، درس مهم، لأن البشر لا ينتفعون باجتماع إلا إذا كان هناك دولة، لا يستطيعون أن يأمنوا وأن يتحركوا وأن يعيشوا وأن يرتقوا إلا إذا كان هناك دولة. لا يمكن أن تجد بشراً يمكن أن يسعدوا بغير كيان نسميه الدولة. الدولة أرض وطن وشعب ودستور، هذه عناصر مكونات الدولة. حرص سيدنا صلى الله عليه وسلم على تقويتها وعلى تنميتها وعلى التركيز عليها. أولاً اختار الأرض صلى الله عليه وسلم، الأرض الوطن التي أو الذي يفدى بكل نفيس، يفدى بالمال ويفدى بالأهل ويفدى بالروح. نعم نقدم أرواحنا وأموالنا ونقدم كل شيء فداء لأوطاننا. أخرج صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة من مكة وهو يقف على مشارفها ويقول: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى وطن جديد، إلى أرض لم يعرفها أصحابه، لم يألفوها. فرفع سيدنا صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يدعو إلى أن يحبب إليه المدينة التي استنارت وأضاءت وبوركت بمقدمه صلى الله عليه وسلم. كانت تسمى يثرب، فسميت بمقدمه المدينة المنورة. والمدينة اسم عام يطلق على كل المدن، لكن في اصطلاحنا الإسلامي الشرعي إذا قلنا المدينة انصرف الاسم إلى مدينة المعظم صلى الله عليه وسلم. أول ما نقول المدينة هي مدينة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأردفت بوصف المنورة لأنه نورها. هذا هو الوطن الذي عاش فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم. حبب الله إليه الأرض وحبب إليه الوطن وتحبب إليه أصحابه ودافع عنه صلى الله عليه وسلم، وقف في وجه كل من أراده، قاد أياما وحروبا ليس فيها من اعتداء ولا تعدي ولا ظلم ولا استعلاء، فقط دفاع مشروع عن الأرض، دفاع يقره القانون والدستور في كل زمان ومكان. نخوض الحرب لندافع عن الأرض، عن العرض، عن الوطن، نفديه بكل غال ونفيس. هذا هو الوطن المدينة. أما الشعب فكما حدثنا أستاذنا، عمل سيدنا صلى الله عليه وسلم على أن يتناغم شعب هذه الأرض قطعا في كل زمان وفي كل مكان. على كل أرض لن يجتمع الناس على مبدأ، يختلفون في الأفكار، يختلفون في التوجهات، يختلفون في المعتقدات، يختلفون في الثقافات، يجمعهم الوطن. عمل صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ، مبدأ المواطنة، أن يجتمع الناس جميعا على محبة الوطن. فعقد سيدنا صلى الله عليه وسلم
ما عرف بوثيقة المدينة. تدرون وثيقة المدينة على ما اشتملت؟ وثيقة المدينة اشتملت على أن يتعامل الناس جميعاً على مبدأ المساواة ومبدأ العدالة ومبدأ النصرة ومبدأ لي ما لك وعلي ما عليك. كلنا جميعاً يد واحدة. إن اختلفت أدياننا وإن اختلفت توجهاتنا وإن اختلفت معتقداتنا، معاً جميعاً يد واحدة على من يداهم أرضنا، من يعتدي على وطننا. نعم، هو مبدأ أقره سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهو المبدأ الذي تعاملت به الأمة وظهر جليا واضحا في هذا الوطن العزيز مصر. وقفت مصر تدافع عن أرضها في طول تاريخها، وشعبها وحدة واحدة في حرب آخر الحروب التي خاضها هذا الشعب، حرب أكتوبر المجيدة، تعانقت فيها الأيدي وتكاتفت نسيج هذا الوطن، الجندي المسلم مع أخيه الجندي المسيحي على جبهة القتال، يخرج الشيخ ويخرج القسيس على جبهة القتال لينفسوا روح الفداء وروح الجندية وروح الدفاع عن الأرض، عن الوطن الغالي. اشتبكت الدماء واشتبكت الأيدي واجتمعوا جميعا على محبة الوطن وعلى الدفاع عنه. إنه مبدأ أقره سيدنا قديما صلى الله عليه وسلم، لما جعل المؤمنين والمسلمين مع إخوتهم من اليهود الذين كانوا أخوة الوطن وأخوة الإنسانية، الذين كانوا معهم في المدينة والذين قدم عليهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، أنهم جميعا أمة واحدة في الدفاع عن المدينة. ثم انتقل سيدنا صلى الله عليه وسلم ليربط المؤمنين به بالله عز وجل، وهذا مبدأ أساس. لا بد وأن نتصل بالله. إذا أتتنا الأزمات أو قبلتنا الشدائد لا نلجأ إلا إلى الله. مهما اشتدت الأحوال، مهما غلت الأسعار، مهما تفاقمت الظروف، نلجأ إلى الله عز وجل. من هنا قام سيدنا صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ليربط الناس برب الناس. ثم هناك مبدأ أساس، ألا وهو التكافل الاجتماعي، أن نمد يد المساعدة إلى بعضنا البعض. قام سيدنا صلى الله عليه وسلم بما عرف بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أتدرون ما المؤاخاة؟ ما معناها؟ معناها الكفالة، معناها إبراز الكرامة. تكافل الأنصار في أرضهم واستقبلوا إخوتهم المهاجرين، وجاء أحدهم لأخيه الذي جمعه معه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول له: هذا مالي أقاسمك إياه. هذه كلمة سيدنا سعد بن الربيع يقولها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. لا بد وأن نعمل، لا بد وأن نجد. بعد أن قدم التكافل الذي يحفظ الكرامة والذي تطبقه الدولة المصرية اليوم في مشروعها السامي العظيم العملاق، تكافل وكرامة، الذي يجوب كل مدن المحروسة وقراها ليكفل بعضنا بعضا وليحنو بعضنا على بعض ولنمد أيدينا إلى بعضنا البعض لنصبح شعبا واحدا. إن رأيته تقول: هؤلاء هم المصريون. لا تعرف منهم غنيا من فقير، لا تعرف منهم من يدين بدين، إنهم جميعا المصريون. دينهم حب الوطن، دينهم نصرة أرضهم وشعبهم، دينهم أخوتهم وتكافلهم، دينهم الدفاع عن كرامتهم. نعم،
هذه مبادئ أرساها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمر مهم عمل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الجانب الاقتصادي، جانب العمل، جانب الجد. لا مكان في الحياة لمتعطل، لكسلان، لجاهل. إن الدولة تقوم على العلم وتقوم على العمل. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. عمل سيدنا صلى الله عليه وسلم على تكوين سوق خاص لأهل المدينة. يا عن عطاء بن يسار قال: أراد سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يجعل سوقا لأهل المدينة، فذهب إلى سوق بني قينقاع لينظر إليه ليعرف ما فيه، ثم أتى إلى سوق المدينة وضربه برجله وقال: هذا سوقكم فلا يضيق، وسعوه، ساهموا فيه. وساهم كبار الصحابة في هذا السوق الممتلئ بالعاملين، بالتجار، بالأمناء، بالذين يسعون ويجدون ويجتهدون. ساهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأخذ يتاجر حتى أصبح من أثرى أثرياء المدينة، كان أثرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تكونت الدولة الأولى، وعلى هذا المنوال تسير الدولة الأخيرة التي نحيا في ظلالها، مصر الحديثة، بعلمائها في كل الفنون، بشعبها المتكاتف، بأبنائها البررة، بالجد والاجتهاد والعمل. هكذا بنى سيدنا صلى الله عليه وسلم مدينته ومجتمعه ودولته، وهكذا تبنى الدول على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأن يصونها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمورها لرفعتها وللدفاع عنها ولرفعة شأنها ولكرامة أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها من دروس هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بناء الدولة واستقرارها. وطني، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أوطاننا، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في هذا اللقاء الدعوي الثقافي ضمن الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، نصل الآن إلى مسك الختام مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا تسليما.
سيدي يا من بنورك غردت كل الطيور وطابت الألحان بدر تألق في البرايا كلها الدين أشرق الدين أشرق الدين أشرق والهدى يزدان أغشى الضياء بصائر الكفار أغشى الضياء بصائر الكفار فتجهموا لهداية المختار لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت تبدد ظلمة الأوزار هم حاولوا إطفاءها والله هم حاولوا إطفاءها أنى لهم والله رب الحق والأنوار فتجمعوا يبغون قتل محمد في داره أنعم بها من داري لكن عدل الله لكن عدل الله يأبى للورى لكن عدل الله يأبى للورى غدر الضلال بصفوة الأطهار يتلو على جمع التربص آياتا يتلو على جمع التربص
يمر بين جموعهم لم يشعروا فيمر بين جموعهم لم يشعروا فعناية المولى من الأسرار. ويرافق النور، صلوا على النور. ويرافق النور، ويرافق النور المهاجر صاحب بلغ المدى في الصدق والإيثار. ركب الهدى قصد المدينة منزلا ليلوذ بالأبطال والأنصار. قل للمدينة، قل للمدينة، قل للمدينة أشرقي وترنمي. قل للمدينة أشرقي وترنمي. ما شئت بين بشائر وتهاني، هات الدفوف مع الصفوف ورتل ما شئت من طرب ومن ألحان. هذا الحبيب، هذا الشفيع، هذا النبي المصطفى وحبيبه قمران أو ملكان أو علمان. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، طالع الله من ثنيات الوداع، طالع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذاع. أيها المبعوث فينا جئت بال أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع، يا للمدينة كم نتوق لمنزل فيك، يا للمدينة، يا للمدينة كم أتوق لمنزل فيك يجاور
منزل المختار. أروي فؤادي بالسلام، أروي فؤادي بالسلام وبالهدى، وأكحل العينين بالأنوار بالأنوار بالأنوار. وإذا سئلت عن المقامة والندى سأقول دار المصطفى هي داري، صلى الله على محمد الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، فله منا التحية وله منا السلام. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي. إني يا رسول الله متيم، وزيارتي إياك كل مرادي. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأيام الثقافية الدعوية، ضمن الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.